اليوم بسوي لكم مشروب جدا خطير ويسرسح على القلب. خلنا نشوف المكونات. راح نحتاج كيسين شاهي، طبعا انا استعملت الكرز، فيه خيارات ثانيه ممكن تستعملون فراوله او توت. نضيف عليهم مويه مغليه تقريبا كوب وسكر حسب الرغبه. بعد ما يبرد الشاهي راح نضيف بالكوب ثلج ونصب عليه الشاهي البارد او اللي بردناه، وبعد كذا نصب عليه ليمون او عصير ليمون اللي هو الليمونيد. وبس هذه هي طريقه الوصفه، جدا سهله واتوقع اي واحد يقدر يسويها. اتمنى انكم تشاركوني تطبيقاتكم به لانه مره مشروب خرافي.